بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ صمويل والناشط السياسي وأحد رموز ثورة 25 يناير. حضرتك تقييم الوزارة الحالية إيه دلوقتي؟ هو تقييم الوزارة الحالية حتى الآن الناس لم تشعر بأي تغيير، الحكومة يدها مرتعشة. احنا بنشوف دلوقتي شباب الإخوان بيخرجوا يقطعوا الشارع، شباب الإخوان بيمنعوا جامعة الأزهر، بيمنعوا الدراسة هناك، شباب الإخوان في جامعة القاهرة، شباب الإخوان وهكذا في كل المحافظات. الحكومة حتى الآن يدها مرتعشة، يجب على الأمن الضرب بيد من حديد. حكومة الدكتور الببلاوي عليها أن ترى أنها في فترة انتقالية ولابد من الحزم والحسم. يد تبني ويد تحمل السلاح، ده اللي احنا عايزينه. القوات المسلحة عاملة دور عظيم الفترة اللي فاتت، ولكن الحكومة حتى الآن مش قايمة بأي دور. علينا الآن إما الدكتور الببلاوي يشتغل أو يرحل. الدكتور الببلاوي عليها أن يدرك أهمية المرحلة اللي احنا عايشين فيها. الناس مش هتستنى، الناس مش هتنتظرنا شهور وسنين والخطط اللي بيحطوها. هم بيقولوا لنا خطط خمسية وخطط خمس سنوات لا، الناس عايزة النهاردة، الناس عايزة حاجتين، الأمن والاقتصاد. الناس لا تبحث بالمرة ولا يعيها ولا يهمها لحد دلوقتي المشاريع العظيمة اللي بتفكر فيها الحكومة الجهابزة دول بعد 10 سنين. احنا الآن دلوقتي حسسني بالأمن، الأمن انه مفتقد في الشارع. الناس دلوقتي بتقلق وبتخاف تنزل الشارع، عليهم هم يوفروا لنا حاله الامن والاقتصاد. هل هناك تقصير من وزاره الداخليه في التواجد الامني في الشارع المصري؟ انا عايز اقول لحضرتك انه غياب رجل الامن ورجل المرور وغياب ده يرجع لانه البلطجيه بتوع الاخوان في كل حته وفي كل شارع. ها، واول ما بيلاقوا عسكري لوحده بس موجود بيعتدوا عليه وبيضربوه. لازم من الحزم والحسم مع دول عشان رجل المرور يرجع. ثانيا عايزين خطط مروريه بجد، يعني اللي بيحصل دلوقتي مفيش وعي مروري. ثانيا مشكله سائق الميكروباص وسائق الاوتوبيس اللي بيقف في الشارع وبيعطلوا حركه المرور، ها، والناس اللي بتقف فجائيه من غير وجود موقف مخصص ليها، لابد وبسرعه حل هذه المشاكل. المصريين مش مستحملين. انا بنزل دلوقتي عشان اروح مشوار كنت زمان باخده في 20 دقيقة، دلوقتي لا باخده في 3 ساعات. انا مش عارف امشي في الشارع. هل ده يرجع لانه رجل المرور غائب لانه في اخطار في الشارع، ولا هل الاخوان بيحاولوا يوقفوا الكلام اللي قالوه قبل كده؟ نرجع بس لخططهم اللي قالوها انه هننزل الشوارع وهنوقف عربيات وهنعطل وبتاع ومش عارف ايه وهنمشي بسرعات هاديه. ده كله لازم ناخده في حسباننا واحنا ماشيين. انا شايف انه الفتره اللي جايه الشعب كله بيلتف حوالين الداخليه، بيقف مع القوات المسلحه. على الحكومه بقى انها تقف مع الشعب وتفكر في الشعب. بقول للدكتور الببلاوي عليك ان تحل المشاكل او ترحل. الناس لن تنتظرك كثيرا. هل انت مع الغاء فتره حاله الطوارئ ولا مع انها تمتد لفتره؟ بص انا عايز اقول لحضرتك انه احنا ممكن نجمع كل ده في قانون لمكافحه الارهاب. حلو كده، وقانون يكون حازم وحاسم، وقانون التظاهر برضه. قانون التظاهر ده في الوقت ده هو نفس القانون بنفس مواده اللي رفضناه في حكومه انديل، ها، وتسبب ان مرسي يمشي. على الحكومه انها تعمل حوار مجتمعي بشكل حي. ما ينفعش نجيب ناس معينه وصحابنا وقريبنا ومعارفنا ونقول دول ده حوار مجتمعي. مستحيل الحوار المجتمعي يكون معانا احنا، يبتدوا يتناقشوا معانا في الموضوع ده ونقدم رؤيتنا بشكل حي. احنا لحد دلوقتي لم ندعى، احنا لا الحكومه ولا غيره ما دعناش، احنا واحنا شباب الثوره حيين ما ادعيناش للحضور لده. احنا لازم يبقى لنا دور، ها، ونحط رؤيتنا كشباب. احنا عملنا ثورتين عظيمتين في الاخر عشان نحط رؤيه لينا، مش في الاخر نلاقي السيد الدكتور حازم الببلاوي ونائب رئيس الوزراء وغيره كلهم حاطين قانون جاهم الدرج وحاطينه لنا. لا مش هنسكت على قانون الطوارئ ومش هنعدي المسألة. ثورة 30 يونيو، هل حضرتك شايف من وجهة نظرك انها حققت مطالب واهداف ثورة 25 يناير؟ لحد دلوقتي مفيش حاجة اتحققت. انا شايف انه الفترة الانتقالية ماشية بشكل كويس، ان احنا ننجز الدستور ونعدي المرحلة دي كلها. وانا عندي خلافات كبيرة جدا على الدستور، ولكن انا عايز اعدي المرحلة الانتقالية. انا هقول لهم اوكي خلصوا لنا الدستور، خلصوا جزء كبير من المساله حوالي 85%، ماشي احنا هنعظم لهم لما يسلموا الدستور او مشروع الدستور للسيد رئيس الجمهوريه. هنقول لهم متشكرين، عملتوا من اللي عليكم. حلو كده، نستفتي ونبتدي نطبق الخريطه الطريق. بس انا بطالب انه تكون انتخابات رئاسه الجمهوريه قبل
البرلمانيه. قبل البرلمانيه؟ طبعا لانه المساله بالشكل ده الحسابات البرلمانيه هيبقى لها شكل تاني واسلوب تاني مش هيرضينا احنا كشباب للثوره. احنا عايزين الرئاسه الاول.